نايفين هلأ بالجامعة في فوضويين؟ عم بحكي معك. بيجوز في بيجوز. اسمعيني، ما بتعرفي تميزيهم ولا شو؟ مو مكتوب على جبينهم. شو هالجواب المحترم؟ مو وقت هالحكي، البنت تعبانة اتركها تاكل. مع هدول الفوضويين ممنوع تحكي ولا تفكري تتدخلي بشي. أنا طالعة على أوضتي أدرس، حاسة حالي تعبانة كمان. سمعتي؟ ما بدي عيد. شبك أنتي؟ شو قلت لها يعني؟ شو صار؟ العمى شو هالحالة هي؟ ما فيني احكي كلمة لحدا بهالبيت؟ يلا ابني كمل اكلك، يلا عثمان. يلا، كول ابني. لا ما في شيء مهم امي، بس المدير فضولي وعطلع والناس اللي بيبعت وراء اهل الطلاب، لهيك بعت وراكن مع انه مجد ما دخلوها. تعال هون ولا اللي شو مساوي بالمدرسه امي؟ ليكي والله سكوت، هلا احلي لكم الحكي هاد. اذا ابوكن بيسمع حرف بجن جنانه. خلص والتلجات، لوين راحوا هدول؟ شو رأيك؟ قوم جيب التلجات بإيدي. أنت يلي بتفهمه بس هات لشوف هالورقة واعطيني قلم، خليني أنا وقعها. ما بدك تشوفي بالأول على شو عم توقعي؟ محتال أمي، بس لازم تجي وتحكي مع المدير كمان. تسلمي لي. على شو عم توقعي؟ ليش عم تخبي عني عمايله لابنك؟ خلص بعدين بنحكي بالموضوع. وليش ما تحكوا هلا؟ احكوا. علي شو عامل؟ شو عامل ولا؟ شو عامل؟ احكي. علي خناقة. خناقة علي، بلا ما تخانقه. خايفة خانقه، بس مو همك عمايله. ها؟ وفوق عم تخبي علي؟ وإذا بس عم بسأله لأفهم شو عامل، بتقولي لي لا تخانقه؟ شو على كيفك أنا؟ مو لا تسأل عنهم كأب؟ لا يا، من يوم يومي وأنا حاملة مسؤوليتهم لحالي، حتى بالوقت اللي كانوا بحاجة لإلك ما كنت هون. وأنا وين؟ بنص البحر مشاني، مو مشانكم انتم، ما هيك؟ بالصيف بالشتاء بالعواصف، عم اقضي عمري بالبحر وداير من ارنا لارنا وعم بتحمل، ليش؟ مو مشانكم انتم كرمال ما ينقصكم شيء. ايه مزبوط بالبحر، وحتى لما بتجي بتضل بالبحر. شفت كيف بتعاملنا كابطان؟ لا كأنه انا مرتك ولا هدول ولادك، بس خدم على سفينتك. ما بدنا الا شوية محبة منك وتحس فينا شوي، مو تروح وترجع وكأنك بعيد. شو استفدنا بهالحالة إذا أنت مو معنا؟ بقى مين بدي استنى؟ إذا مالك سائل ولا بهمك. بابا لحظة أنا. هس بعد هيك بأنه حق بتضربه هيك للولد؟ هس اطلع من هون. كأنك عم تحكي مع أبوكي. إيه عم بحكي معك بكل وقاحة. عم تحكي معي؟ معي أنا؟ علي أنا فرجيكي. لك اطلع لبرا، اطلع.
هاي هي تربايتك. يا عيب الشوم عليكم. عصبة؟ عمي. نزعتوا لنا السهرة. مجد تعال. لأمتى رح نضل على هالحالة؟ كل ما بيرجع أبي من السفر بيقلب البيت لجهنم. سكري على الموضوع. وانت استغلي الفرصة وعطول عبي براسه. لك شو انت عمياء ولا ما بتشوفي عمايل ابوك؟ اسكتوا. اصلا وجعني راسي. طالما ما في زلمة يوقف بوش ابي ويحط له حد رح يتمادى علينا اكثر. ما رح نخلص من وجع الراس. شو قلت انت؟ عثمان لساته صغير. روحوا ناموا. يلا حبيبي. سكران هو؟